السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. درس اليوم مكونات الجهاز الهضمي. كما تلاحظون الجهاز الهضمي يتكون من قسمين. لاحظ، القسم الأول هو القناة الهضمية أو الأنبوب الهضمي. القسم الثاني هو ملحقات القناة الهضمية أو ما يسمى بالأعضاء الملحقة أو الغدد الملحقة. والآن راح نشوفوا مكونات القناة الهضمية أو ما يسمى قلنا بالأنبوب الهضمي. أول مكونة وهي بداية الجهاز الهضمي وهو الفم. الفم كما نعلم جميعا أنه مجهز بأسنان ولسان. في الفم يتم استقبال الطعام، حيث تقوم الأسنان بتقطيع وطحن الطعام. لاحظ معي، هذا العضو الأول، إذن الفم. ثاني عضو اللي هو البلعوم، لاحظ معي على هذا المستوى. إذن يقوم البلعوم بدفع الطعام إلى المريء. ثم يليه المريء وهو أنبوب طويل. هذا الأنبوب يبلغ طوله حوالي 25 سنتيم، وهو قصبة طويلة يدفع الطعام إلى حيث ينتهي بالمعدة حتى يصل إلى المعدة. العضو الموالي وهو المعدة. إذن المعدة، وظيفة المعدة هي تحويل الطعام الذي نتناوله إلى شبه سائل، حيث تقوم جدران المعدة القوية بالضغط على الطعام لمدة 4 ساعات. كما تقوم المعدة بهضم المواد البروتينية، أي تكسيرها إلى جزيئات صغيرة. حركة المعدة، لاحظ، تتمثل في تمدد وتقلص جدار المعدة. إذن قلنا تعمل على مزج الطعام وخلطه. بعد المعدة نجد جزء من الأمعاء أو القسم الأول من الأمعاء يدعى الاثنى عشر. إذن الاثنى عشر يقوم بدفع الغذاء لدى خروجه من المعدة باتجاه الأمعاء الدقيقة بواسطة عملية الانكماش أو الانقباض العضلي. إذن بالنسبة لهذا العضو سمي الاثنى عشر أو أيضا يدعى العفج. يلي العفج الأمعاء الدقيقة. تقوم الأمعاء الدقيقة باستكمال هضم الطعام وتحويله إلى مادة سائلة وامتصاص ما هو مفيد منه. إذن حتى الأمعاء تقوم بدفع الطعام بواسطة أو بفعل حركات دودية، يعني تنقبض عضلات جدار الأمعاء. تقوم الأمعاء الغليظة باستكمال امتصاص كل السوائل المفيدة من الطعام، مثال الماء. لاحظ، في الأخير يتصل بالأمعاء الغليظة أنبوب قصير يدعى المستقيم، ينتهي بفتحة تدعى فتحة الشرج، حيث يخرج منها فضلات الطعام التي لم تمتص. هذا فيما يخص مكونات الأنبوب الهضمي أو القناة الهضمية. الآن نجي إلى ملحقات القناة الهضمية أو الغدد الملحقة. إذن الغدد ملحقة، نسميها ملحقة لأنها تلتحق عصارتها بالقناة الهضمية. عندنا الغدة اللعابية توجد في الفم، عددها 3 أزواج، تفرز العصارة اللعابية في الفم، يعني عصارتها تلتحق بالأنبوب، تفرز في الأنبوب الهضمي. عندنا الكبد، تفرز عصارتها الصفراوية أيضا دائما في الأنبوب، لكن في هذه المرة على مستوى العفج أو ما سميناه الاثنى عشر. البنكرياس، تفرز العصارة البنكرياسية وتصبها في العفج،
أيضا أو الاثنى عشر. بقيت لنا عصارتين أو بقيت لنا غدتين. الغدة الأولى موجودة في الجدار الداخلي للمعدة، تدعى الغدة المعدية. أما الغدة الثانية توجد في الجدار الداخلي للأمعاء الدقيقة، تدعى الغدد المعوية. إذن لاحظ، إذن من الفم إلى البلعوم المريء المعدة، من المعدة إلى الأمعاء، أكيد المعدة تقوم بحركة التمدد والتقلص، من الأمعاء إلى المعي الغليظ، ثم تطرح الفضلات.